الطبيعة. كل عام وأنتم بخير وأهلا بكم إلى بانوراما الليلة، وهذان العنوانان سيكونان محور حلقتنا، لكن نتوقف أولا مع موجز للأمن. يبيت حجاج بيت الله الحرام الليلة في منى ليواصلوا غدا في ثاني أيام التشريق رمي الجمرات والمغادرة بالنسبة للمتعجلين. وأقام الحجيج في أول أيام التشريق اليوم برمي الجمرات، وسارت مواكب الحجيج بكل يسر وسهولة على جسر الجمرات بعدما أجرت السلطات السعودية عليه تحسينات لتخفيف تدفق الحجاج فوق الجسر ولتلافي حوادث التدفق. مشروعان طبيان حديثان افتتحهما خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة، مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة ومستشفى منى الوادي، سيستفيد منهما أهالي مكة المكرمة وحجاج بيت الله الحرام والمعتمرون على مدار العام. مدينة الملك عبد الله الطبية تعد مدينة تخصصية وثالث المدن الطبية المرجعية بالمملكة، حيث تتسع لحوالي 1500 سرير، منها 500 سرير للمستشفى التخصصي يشمل جميع التخصصات الطبية والنادرة. أكد الأمير خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع السعودي أن القوات السعودية تسيطر بالكامل على قمم جبال الدد. كل قمم جبل الدود الآن مسيطر عليها سيطرة تامة من القوات السعودية أو ما أسميهم أسود الملك عبد الله. هؤلاء الرجال الأسود طهروا المنطقة، وتعتبر لأنها تعتبر من أهم القمم المسيطرة على سفاح الجبال اللي موجودة سواء في الدخان أو في رميح. الأمير خالد أكد أن كل العمليات التي تقوم بها القوات السعودية هي ضد المتسللين وداخل حدودها. نحن في حدودنا، نحن لن نسمح لأحد، وهؤلاء الرجال الأسود أسود الملك عبد الله، هؤلاء الآن يدمروا كل متسلسل موجود، وها أنتم تسمعون الآن أصواتهم. قال رئيس هيئة المخابرات الداخلية الروسية إن قنبلة وراء خروج قطار سريع عن القضبان ما أسفر عن مقتل 40 شخصا. وأشار المسؤول الروسي إلى أن القنبلة الموضوعة في القطار تعادل قوتها التفجيرية 7 كيلوغرامات من مادة TNT شديدة الانفجار. وفي وقت لاحق أعلن رئيس جهاز تشغيل السكك الحديدية الروسية أن انفجارا ثانيا أقل قوة وقع في موقع الحادث. أكد بنك HSBC أكبر البنوك البريطانية أنه سيستمر في دعمه لحكومة دبي انطلاقا من إيمانه بمستقبل الازدهار والنمو طويل الأجل لهذه الإمارة. وأقال البنك في بيان صحفي وصلت نسخة منه إلى العربية أنه سيواصل تقديم الدعم لحكومة دبي لمساعدتها في التوصل إلى إيجاد حل عملي للمشكلات التي تواجهها على المدى القصير. تعال موجز اللحظات ونفتح ملفي بانوراما. أهلا بكم من جديد. المواقف السلبية التي ترد بها إيران على الاقتراحات الدولية لإيجاد تسوية لأزمة ملفها النووي تدفع باتجاه فرض عقوبات دولية جديدة على طهران. ويشكل قرار الإدانة لإيران الذي صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس يشكل تمهيداً لزيادة العقوبات الدولية ضد طهران، كون هذا القرار سيحال إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيتخذ هو القرار بزيادة العقوبات أو بإبقائها على حالها. واللافت أن قرار الأمس لقي موافقة من قبل الدول الكبرى مجتمعة بما فيها روسيا والصين، وهذا ما قد يسهل تمرير قرار زيادة العقوبات في مجلس الأمن. فلماذا تدفع طهران باتجاه تشديد الحصار عليها؟ وهل استمرار إيران في تعنتها تجاه المبادرات المطروحة سيعيد إلى طاولة النقاش في العواصم الغربية اقتراح توجيه ضربة عسكرية إلى إيران لإجبارها على القبول بالمقترحات الدولية
لتسوية عقدة ملفها النووي. صبر الغرب مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي بدأ ينفد، وطهران تتظاهر بأنها غير مبالية بالعقوبات المحتملة عليها في ضوء صدور قرار من الوكالة